السلام عليكم. الاسم ديالي وجدان، سن ديالي 20 سنه، من مدينه الدار البيضاء. انا ضحيه خطا طبي اللي تعرضت لي من طرف واحد الطبيبه اللي كاين العياده ديالها في الموحدين وعندها كلينيك في التشارك. انا الطبيبه هذه كنت يعني جاتني مسننه زايده بحال كاع الناس. مشيت باش نفتح عليها، مشيت بعدا عند واحد الطبيبه ودرت واحد التحاليل، يعني اكدوا لي عندي مسننه زايده وخاصني نفتح لها، يعني ارجو حيت صافي منفوخه بزاف. صافي مشيت لاول سبيطار عطاتني ليه البرا، هو محمد الخامس، مشيت ليه قالوا لي ما محسوباش علينا. مشيت للبرنوسي اللي هو اللي محسوبين عليه، قالوا لي مازال صغير، يعني حتى عيطوا للطبيب. ملي سولوا ماما على السن ديالي قالت لهم راه مازال ما كملش 14 سنه، قالوا لي لا ما نقدروش نديرو حيت حنا كنمسحو غير الكبار. يعني مشيت عاوتاني لميريزكو، مشيت للسباتة هذا سيدي عثمان. المهم كاين اللي كيقول لي راه ميكرو في المصران هذا، في الاخر سيدي عثمان عطاني ندير واحد ليكوغرافي، درتهم تبين بالله المصران الزايدة. عطاتني ابسي المبيض لقال لي من ولهذا والمصران، هذاك الشيء علاش ميز قلت بيا اليوم بالله، زعما تبين بالله الكارن والمصران، يعني كان المصران الزايده اللي تعطات ابسي ليهم. صافي مشيت لعند قالوا لي خاصك تشوفي زعما حتى الكارن لا دير لا توقع فيه شي حاجه. جيت هكايا كان يعني كانت جمعه عيد وطني مكيناش خدمه السبت والحد. اثنين مشيت لعند الطبيبه هذه بحكم اننا اصلا كنعرفها، بقيت عارف شويه من الظروف ديالنا حيت كانت كتمشي لعندها ماما. صافي مشيت لعندها شافتني قالت لها شوفي ما نقدرش نحكم، جي لعندي غدا وغادي نشوف. صافي تفهمت مع ماما على اساس تعطيها 3000 درهم ديال باش تشوف لي القن بالمنظار. فعلا الغد لي مشيت لعندها مع 8 ديال الصباح، طلعت يعني ماما وهذا وراجل ديك الساعه كنا مازال ما مزوجينش، عيط. صافي هبطوا كيصايبوا لي في الوراق وداكشي كل واحد شنو كيدير، هما طلعوا صافي جاو عندي الفرمليات حسنوا لي كرشي وداكشي وهبطوني بلا ما يشوفني حتى شي واحد من دارنا. صافي هبطوني وهذا بقيت دخلت تمايا كنشوف في سيدي كيفتحوا لي، يعني كنشوف في قدامي، يعني دخلوني لواحد الصاله في المعدات الطبيه. جلست تما فوق واحد البياس ونعس، شبعت نعس حتى جاو فيقوني ومشاو صافي بنجوني وهذا ودرت. صافي طلعت بداك حيد من البن، صافي كنغوت بالحرق، كنقول لهم في لي الحريق. مني خارجه ما خارجه حتى بشي تيو كيصفي الكر، يعني خارجه بتيو ديال نبوله فقط. صافي خرجت مني كنشوف كنلقى كنطلاكي كنلقى عندي جوج عمليات، يعني وحده في بوطي وواحده كاينه لتحت، يعني ماشي سيزاغيا، يعني تحت من العمليات ديال سيزاغيا. صافي صافي درت، يعني كنقول لهم الحرق هذا، كيقولوا لي راه عادي بحكم زعما العمليه وهذا باقا جديده راه عادي. صافي درت العمليه 3 4 خرجت من الكلينيك. الجمعه غنمشي نحيد الفاطمه بعد قبل من فاش قالوا لي دانا راه منين انتي هبطاتك راه بقات ساعتين عاد جات. عجز قالوا ليها علاش انت يلا جيتي وجدنا هبطوا قبيله، علاش؟ قالت لهم لا عادي غير باش يوجدوها. وهي تقول لهم صافي دابا انا غدا نطلع وهذا. مشات فعلا جات، دارت يمكن العمليه الاولى، خرجت لعندهم قالوا لي خرجت لعندنا باللبسه بكل شيء، يعني بحال من البلوك خرجت طلعت لعندهم. قالت لهم شوفوا هي دابا يعني القن راه نقي مزيان ما فيه حتى حاجه، راه غير الابسي اللي داز ليه ما فيه والو، راه عندها مسننه زايده وخاص خاصكم تزيدوني الفلوس باش نعيط على الطبيب يفتح ليها. قالت لهم بغات تزيدوني 3000 درهم. قالت لها ماما زعما نقصي وهذا، قالت لهم يلا 2000 درهم، يعني ماشي كيتساوى مع الاداره، هي اللي كتساوى معاهم. قالت لهم غادي تزيدوني 2000 درهم، يعني ولا المجموع 8000 درهم. صافي فعلا دخلت ما عيطات لا على الطبيب ولا على والو، فتحت ليا هي دارت خدمتها هي، حيت الا جات الطبيب ديال مسرنا الزايده غيديرها في الجنب. هي دارتها لي يعني ماشي سيزاغيا، هل تحت بزاف ديال سيزاغيا.
صافي من تما وانا كنعاني. المهم الاربعه خرجت من الكلينيك، الجمعه مشيت نحيد الفاطمه، كلشي بدات كدوز ليا بالقاح والدم خانز، يعني ما في واحد الحم كتشمش، يعني لدرجه الفرمليه ديالها كتقول لي شنو هذا الشيء، كيهزوا في القطن وكيعمروا كيمسحوا لي داك الشيء. هي كتقول لي انا لا عادي وخا يخرج. صافي مني جيت جايه بلا فاطمه بلا والو، يعني جايه كل اللي كندوز، يعني سيمانه وانا كندوز هكا. من بعد بحال مني بدات العمليه كتسد، بدا كيدوز ليا غير الماء بيض ملصق وفيه ريحه خايبه وسخون. صافي كنمشي لعندها كنقولها شوف راه فيا الحريق راه فيا هادي، بحكم يعني ما عارفينش هذا كنقولها فيا الحريق، وهذا كتقول لي لا كتبوح حتى سرت لقيت الشعر سير هذا باغي تزوج وانا في عمر 14 عام ومازال ما مكملهاش. صافي كنمشي كتعطيني غير بخوفين يا اما قويلبات ولا فانيد. خرجت صافي، يعني خرجت صافي واحد النهار صافي كنجي عاوتاني كنستعمل داك الفانيد والو كيدير ليا والو. صافي واحد النهار وكل ساكي شتني كان الاربع بالليل مع 12 ليل شتني كريز. صافي وليت الحركه اللي كنت عليها مابقيتش يعني سبعه مابقيتش قادره نحرك، يعني شتني بحال داك الكريز خلاني كيف ما انا. داوني كانت اقرب كلينيك لينا هي الدوحه، داوني ليه داروا لي ليكوغرافي قالوا لي عندك شي مشكل من العمليه سير عند الطبيبه اللي فتحات لك. فعلا مشيت لعندها قالت لي هاد ليكوغرافي غير كيكذبوا وانت غير كتبوا حتى بهذه الطريقه هذه. قالت لها ماما كيفاش يعني ليكوغرافي غير كيكذبوا؟ قالت لها اه كذابين. صافي خرجنا قطعت الورقه ديال الدو في الدرج قلت لهم شوفوا انا اللي حاسه براسي وانا اللي عارفه شنو راني كنتقطع، راه كانت عندي مثلا زايده وما كانش عندي هذا الحرق اللي عندي دابا. صافي خرج فعلا داوني ديريكت لعند واحد الطبيب ديال الجهاز الهضمي. صافي شافني وهذا اول بعد حاجه هضر عليها على هذا العمل قال لي هذه ديال الكتله ديال مثلا الزايده، قال لي هاد الطبيب واخا تكون حماره ما ديرش لك هكايا. صافي ويقول لي قال لي انا ما غادي دابا نقدر لا نهضر لا والو، غدير السكان هو اللي غادي يحكم. درتو فعلا خرج باللي عندي التهاب حاد في المصرى الصغير والمصرى الكبير طايب. بقيت تقريبا عامين ونص وانا كنعاني يعني في سكانيرات اطباء يعني كلينيكات عيادات وفي نفس الوقت في ميريسكو، يعني على اساس انني نعاود العمل حيت كانوا كيقولوا لي خطا طبي خاصك تعاودي العمليه، يعني كنمشي على اساس زعما نقدر كاينه شي محاوله انني ندير العمليه ونولي مزيان والو. وكنت في ديك اللحظه يعني ما كنتش لا الماء الا شربته كنولي كنطر ونزل، يعني بحال الزيت ورك يولي يضربني في كرشي. صافي عامين ونص صافي حتى عيت شديت ما بقاش عندنا عاوتاني حتى المصاريف ديال باش نبقاو غاديين وجايين حيت ماشي ساهل عامين ونص. صافي جلست ما بقيت يعني ما بقيت صافي ما بقيت درت والو. صافي في البداية ديال 2017 صافي ولا رجلي بحال اللي كيضربني فيهم الضو، ومن ورا العملية ما بقيتش كنقدر نتمشى مزيان، يعني وليت كنمشي فركة رجلي، يعني دايرة رجلي ولات دايره وكنمشي بحال اللي فركه يدي اليمنى، ما بقيتش كنقدر نتمطى بها ولا نتجبد ولا شي حاجه. الا بغيت نضحك اولا جاتني الكحبه خاصني ضروري نشد من البلاصه ديال العمل، يعني كنقول لهم راه بحال شي حاجه شاداني في العمليه درجه ان المدرسه خرجت منها علاش حيت ما بقيتش كنقدر نجلس. وعاوتاني حتى كل مره كنمنك يعني ضربوا عليا من المدرسه، يعني ما يعني خرجت من قرايتي بسبب هذا المشكل. صافي من بعد صافي 2017 صافي بديت كنعيا بزاف عاوتاني، ولا بحال داكشي كيمشي ليا حتى رجلي اليسرى وايدي اليسرى ولا بحال الضو كيضربني. صافي حاولت نصبر حيت كان ديك الوقيته صافي هي الوقت اللي تزوجت فيه و يعني تخطبت فيه وتزوجت فيه وداكشي. صافي في البدايه ديال 2018 يعني كنت صافي مشيت لداري وهذا. صافي ملي مشيت لداري وانا كنعاني وانا يعني صافي ما قادش نزيد ما قاد ندير حتى شي حاجه، يعني ضروري ماما كتجي من الدار عندها حتى لداري انا باش تجمع ليا وتقالي وهذا. راجلي كيهضر خاصو يخدم ويجي عاوتاني يشوف لا تولي تبقى عليا شي حاجه ولا هذا. يعني صافي كنت صافي واحد الحاله يعني ما كنقدر لا نخرج لا نتحرك لا والو، كيجي لا بغيت نجلس اولا نوقف كنغوت، الا كنت نعسه وبغيت ندور على جنبي ولا شي حاجه كنغوت. يعني صافي ولت واحد الحاله والماكله ما كناكلش، يعني اللي كيشوفني كيقول هاد البنت باش عايشه. صافي في البديد 2018 صافي يعني وليت صافي في واحد الحاله يعني لواحد يعني وليت صافي ما بقيت لك كنقدر لا نمشط لا نصايب زيفي لا نعوم لا والو. صافي وليت كما كيمشي ويخليوني كما كيجي وكيلقاوني ما بقيتش كندير. وليت رجعت عاوتاني كنتبع كنمشي للاطباء وهذا، مشيت للكلينيكات مشيت للعيادات مشيت للشيخ زايد مشيت للميريزكو. من كل واحد كيقول لك الا كيقول لي فات الفوت كان خاصك ديري عمل ولكن دابا ما فات فك الفوت ما بقاش خاصك ديريها. كاين اللي كيقول لي الحمد لله بنتي حيت واخا هاد الحاله هادي راكي يعني واخا هاد الحاله هادي راكي يعني راكي واخا شادين منه قاده تلوحي الخطوه راه شويه حيت الحاله ديالك انت خاصك تكوني ما كتمشيش خاصك تكوني شاده يعني شاده الفراش ما كتحركيش. صافي فعلا يعني صافي درت كاين اللي كيقول لي
كل واحد وشنو كيقول، يعني الهضره ما كاين اللي كيقول لي مرضك صح من السرطان، السرطان عنده علاج، كي اما مولاه كيموت ولا مولاه كيدير، انت غتبقى هكا عايشه مع الدبا. المهم يعني كل واحد كيقول هذا، يعني حتى شي واحد ما عطاني امل. تقريبا اكثر من 13 طبيب يعني فيهم اطباء وبروفيسورين، حتى واحد ما عطاني امل. يعني كنت واخا كيقول لي شي واحد، واخا يعني هذا الكم كامل، ولكن كنت كنقول ربما شي واحد غادي نطيح فيه، اللي عطاني حل كاملين معك. كل واحد كان ديما كيحطمني، ما كيعطينيش امل، حتى عيط صافي، لدرجة ان اكثر من 13 طبيب حتى واحد فيهم ما عطاني حل. اذا صافي حبست، فعلا حبست في تقريبا شهر 6 ديال 2018. صافي في البداية، صافي في 2018 شهر 12، صافي مبقيتش كنقدر، وليت كنبدا نهضر كيمشي لي كيهرب ليا لساني، وليت مكنبقاش نقدر نشوف ولات عيني كيبقاو يرفرفو ليا، كنقول مالني، مبقيتش كنقدر نحرك يدي، يعني يدي صافي هاد اليمنى مبقيتش كنقدر نحركها بمرة، صافي تقات هاد اليسرى. الا بغيت توليش، الا بغيت ناكل كنقدر نمشي ناكل بيها، وكنبقى نتشفت بيها بحال اللي مشدش التوازن ديال رجليا، صافي مبقيتش كندير، لدرجه ان وليت الا بغيت نوض للطوال مبقيتش كنقدر نوض للطوال، مبقيتش كنقدر نبدل حوايج، مبقيتش كنقدر لا نلبسهم لا نحطهم لا والو. صافي وليت في واحد الحال مبقيتش كنعوم، مبقيتش والو، شعري تخبل لي، مبقيتش قادر نمشطو تقطع، المهم واحد الحاله ما كتعجبش. صافي في الاخر صافي ما ولا راسي كيتقال عليا، كيقدر يطلح لي القدام، يطلح لي اللور، كنقول ماله صافي، ولكن ما ديش ما يعجبش. علاش؟ حيت ما كانش بواحد السرعه خايبه، كان بحال كيتقال عليه وكيفقد التوازن ديالو، كيقدر يطيح على غفله. صافي من بعد صافي يعني صافي في واحد السيمانه، يعني هاد في واحد السيمانه في شهر واحد ديال 2019، صافي سيمانه ولات حالتي كدهور نهار على نهار. يعني نقدر في العشيه نكون يعني بحالي تكون مازال شويه، في العشيه يتزاد عليا الحال اكثر، الغد ليه يتزاد عليا اكثر من العشيه ديال البارح، يعني كنبقى بحال هي، ولا كيتزاد عليا الحال في كل مره، كيتزاد عليا الحال اكثر من المره الاولى. عندك شي ما بقاش كيتعطل عندي سيمانه ولا شهر ولا، يعني صافي ولا كل ساعه كيتزاد عليا الحال اكثر من قبل. صافي حتى ما بقيتش كنقدر، راسي ولا كيتلح بواحد السرعه، اللحيه ديالي هنا ولات كتوصل ليا هنايا. صافي وليت عندي واحد يعني وليت كنت بحال اللي كنتمشى، البنيه ديالي ولات بحال شي وحده صغيره، صافي ضعفت بزاف، وليت واحد الحاله. صافي حتى مشي هزوني للميريزكو، دخلوني للانعاش، خرجوني قالوا لي شوفي غدا ترجعي تنعسي. فعلا الغد لي فاش مشيت بغيت الناس جاو كيبغاو هكا يديروا باش يحطوني فوق البايه ديال الامبيلونس، كنقول لهم ما قراني، حاسه براسي حجره، اني ما قدرتش نتجاوب معاهم، يعني نماط لهم ايدي نعاونهم، اولا من يبغيو يجروني نعاونهم نتجر معاهم، كنقول لهم راني حجره ما قادر نحرك والو. صافي تما عرفت راسي انني تشلت، مشيت لعندهم نيت، نعسوني في البلاصه، دخل في البلاصه نعسوني، اللي كنت في واحد الحاله مغيبه، صافي كنت صفراء، كنت في واحد الحاله يعني كل شيء، انا بنفسي كنت كنقول صافي غادي نموت، كل شيء ولا كيقول صافي يعني ما غاديش ترجع. صافي المهم درت تصفيه دم، كنت نعس في البلاصه ديال التعفنات، من بعد نعس في العضلات والاعصاب والراس على حساب زعما الشلل اللي وقع ليا. صافي بديت كندير يعني بداو كيديروا ليا الفحوصات وداكشي. صافي من بعد درت تصفيه الدم، درت الكورتيكويد، المهم درت شي حوايج هكايا، كان واخا كنديرو ما كي بحال لي الكورتيكويد، كان ملي درتو الكلاوي ديالي تنفخوا ليا، وهذا قالوا يعني الكلاوي عندك راه ربما فيهم شي مشكل، راه داكشي علاش ما وافقش. فعلا في الغد ليا جاو عند الدار قال لهم شوفوا الدري وجدان دارو، خاصها دير الدياليز، خاصها دير ديال 50000 ريال الحصه نهار اه ونهار لا. نبداو كيبكيو داك يقولوا كيفاش غادي نديرو الفلوس، وهذا قال لهم شوفوا تسلفوا تكلفوا حياه البنت هي الاولى، خاصها ضروري دير الدياليز. فعلا درت هذا، درت ديال الحس يعني درت تصفيه الدم بالبلازما. صافي من بعد الناس تقريبا شي شهر ونص خرجوني من السبيطار، خرجوني بواحد الطريقه اللي بحال اللي بغاو غير بحال اللي باغين غير يتفكوا مني، يعني واحد الطريقه ماشي خرجوني، يعني ما عطاوني يعني لا حتى شي دواء، عطاوني واحد الدواء غير بحال غير كيغيبني، ما عطاونيش هذا، ما عطاوني حتى شي دواء ديال الدوره الدمويه، ما عطاونيش الترويد، ما عطاوني والو. صافي خرجت يعني من ديك الوقيته كيقول لي حقا يعني غيبقى اي واحد كيبقى يعطيو رونديفوات، وهذا انا صافي خرجوني بحال هذيك اللي صافي تفكوا مني الدوسي ديالي، توضر يعني ولينا الا عيطت لهم راجل كيقول لهم الدوسي ولا هذا كيقول لي توضر، ولكن ما توضرش قبل، حيت كنت بحالي ما توضرش قبل، ما توضر حتى كنت مشيت درت فيديو لقاء صحفي،
هدرت فيه على الحاله ديالي وعلى الخطا الطبي اللي وقع ليا وهذا. ملي ولينا كنجيو نشوفو الدوسي كيقول لنا توضر الدوسي كل مره، يعني كيمشي راجلي ليه اولا كيعيط لهم كيقول لي ما عندناش توضر لينا، ما يمكنش دوسي غادي يتوضر. يا غير الطبيب الا مشيتي لعندو قلتي كيقول لك واش فايت مدوز عندك، كتقولي اه كيجبد لك من الارشيف، فما بالك السبيطار اللي كاين امه ديال عباد الله، يعني دارو عنده بلاصه خاصه ديال الارشيف اللي كيكون فيها الوراق. مهم صافي ولينا كنديرو هكايا. واحد النهار مشيت لعندهم وصل ليا السخانه 40، مابقاش بغيتش تنزل، وهو هما مانعين عليا اي دواء، يعني فيتامين الاخر ما نقدرش نشربه، يعني ممنوع عليا الدواء وهذا. مشيت لعندهم يعني السخانه ديالي صافي وليت واحد الحاله صافي ما بقيتش كنقدر نشوف بعينيا وهذا. فاش مشيت لعندهم وشافوني وكرشي صافي تنفخات لي وظهري تنفخ ليا. فاش مشيت لعندهم باش يشوف زعما يشوفوا، ما بغاوش يعني ما تسوقوش لي، يعني من 7 الصباح حتى 4 العشيه وانا يعني في البياض ديال لومبيلونس. لومبيلونس كتحسب يعني الكوش ما مبدلاها ما والو، وانا جالسه تما. الطبيب اللي كان مقابل الحاله ديالي ملي كنت نعسى عندهم كيمشي عنده مره راجلي مره ماما، كيقولوا لي راه حنا جبناها ما يعني ما مسوقينش لي ما مسوقينش، كيقول لي واخا واخا اني جاي ما جاش لعندي اليومين هذا ما عمرني ما شفته. مهم ما باغيش يستقبلني، لدرجه انه كيشي شي وقيتات كيقدروا يمشيو باش يقلبوا عليه، ملي كيشوفهم كيبدا يتسلت عليهم، حصلوا شحال من مره كيتسلت عليهم، يعني ما باغيش يشوفني. صافي في الاخر يعني صافي تالا لاكافي، يعني صافي الناس الدنيا خوات هادي، بقيت انا اخر وحده رغم انني اصلا عندي المناعه ضعيفه، ولا كافي راه معروف ما فيه لاش راجم لا والو، الناس الغبره كطلع ليا وهذا، يعني زدت مرات كثر، يعني التنفس ديالي ضعاف وهذا، وليت صافي تزيرت كثر. صافي من ما شافوني شدوا واحد الطبيب، يعني صافي هما اللي كان فيهم لاكال، وهي تقول لها ايوا هادي باقا ما مشات بالطريقه، هادي باقا ما مشات واجي نشوفوها، يعني بحال اللي صافي شي حشره غير بقات لي تما ما بغاتش تفهم راسها تمشي. فعلا شافوني عطاوني تحاليل درتهم، خرج عندي نسبه ديال الدم، يعني الدم ديالي بدا كيجمد ونسبه الالتهاب طالعه. خداو الوراق ديالي قال لي غنديروها حكم مع الدوسه ونهضروا مع البروف ونعيطوا لك. اليومين هذا ما عيطوش ليا صافي كيف ما انا، يعني مابقاو داروا معايا حتى شي حل. مؤخرا راجلي شاف مع واحد السيده، صافي واحد السيده بدات لي الدوسي ديالك، قالت لي شوف راه الدوسي لقاوه، مشى باش يشوف فاش شاف لقى الوراق كاملين ديالي، يعني من قبل من 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 تشلل ما كاين حتى شي ورقه ديالي، يعني كاع الادله انا كان عندي واحد التقرير كاتبوا لي واحد الدكتور يعني على المشكل ديالي وهذا ما عنديش، يعني شحال من حاجه كانت عندي يعني كدليل مشات ليا، وماشي كدليل هي في نفس الوقت اي واحد كنمشي لعنده هما بنفسهم. فاش مشيت لعندهم قالوا لي عطينا الدوسي ديالك القديم باش منه غنبداو، عطيتو لي يعني اي واحد ممكن راه يمشي عنده كيقول لي عطينا الدوسي ديالك القديم باش يبداو هما، ما بقيتش لقيتو. كان عندنا واحد النهار خصنا ناخذ من عندهم واحد التقرير، مشينا لعندهم طالبهم به راجلي التقرير يعني شنو درت عندهم هذا صافي، ومشي داني معاه مشينا، قال لي باش تاكدي حتى انا كنقول ليه شوف الوراق مشاو، كيقول لي انا ما لقيتهمش. فاش مشيت جبدني الدوسي قال لي هانتي شوف فعلا كنلقى عندي الوراق بحال غير مني تشللت صافي، اما من قبل ما نتشلل ما بقات عندي حتى شي ورقه. فاش مشى لعند الطبيب عاوتاني صافي راجلي بدا كيتعصب وهذا، خرج عند واحد الطبيب قال لي شوف ما كيبغيش يستقبلنا ما كيبغيش يهضر معانا وهذا، والبنت شوف كي دايره هذا، لدرجه ان انا دابا رجلي حيت ما كندير حتى شي حاجه ديال الدوره دم غير ناعسه، رجلي شي مرات كيزرقوا ليا شي مرات رجلي كيزرقوا ليا وكيخرج ليا فيهم واحد الحبوب كبير، يعني وليت كنخاف ان ما يبقاش شلل، يولي وقع لي شي حاجه في رجليا اللي تولي توصلني لشي عواقب اخرى. صافي يعني ملي قال ليهم زعما ما بغاش ما كيتسوقش لينا وهذا، رجع فاش هبط صافي ما عجبوش الحال ويقول لي لا علاش قلتي ديك الهضره قدام ديك الطبيبه، يعني هو ولا كيقلب علينا. صافي قال لي وانا غادي نعيط لك ونهضر معاك، دابا ما عمره ما عاود عيط ليه ولا قال لي شي حاجه ولا هذا. صافي الحاله ديالي يعني وليت كنشوف راسي انا ما يمكنش غادي نبقى هكا ما يمكنش غادي نبقى ندير. رجعت عاوتاني مشيت عند واحد الاطباء اللي نصحوني بهم الناس، والطبيب الاول شاف العمليه قال لي لا حول ولا قوه الا بالله، قال لي شنو هاد الحاله هذه، قال لي شوفي بنتي، قال لي انا باش نجيك من الاخر، قال لي انا ماشي طبيب ما غنرضاش ولا هذا، قال لي انا غنجيك الصراحه الحاله ديالك صعيبه علي ما نقدرش عليها. الطبيب الثاني مشيت لعنده قال لي يا بنتي، قال لي راه كلك التهابات، قال لي بحال هذاك الالتهاب اللي جاك باش دات لك كرشك بالقيح وهذا، بحال هذاك الالتهاب بقى كيدي عليك باش التهبوا لك بزاف د الحوايج، ولا كيقول لي الكبده عندك ملتهبه وما تولك شي خلايا الكلاوي ما عرفت شنو المراره التهبات القلب ما عرفت شنو الدماغ ديالك بحال اللي كتدير واحد الالتهاب وبحال كيتقاتلك واحد الشعيرات هكاك علاش كتغيبي، بحال اللي عندك يعني هنايا مشدودين لك شعر وقوش
الاعصاب، ما كيخليوش الدم يهبط لك رجليك وفي نفس الوقت يدوز لك الكلاوي، يعني بزاف الحوايج صافي. ولكن الحل ما كيعطيوش، يعني بحال كيشخصوا لي الحاله ديالو، كيشخصوا المشكل ولكن ما كيعطيونيش الحل، ما كيعطيونيش العلاج. حاليا انا كنطالب الناس باش تعاوني وتقف معايا. انا ما كنقصدش القصد ديالي مساعده ماديه، انا كنقصد اللي بغيت مساعده اللي يوقف معايا نسترجع صحتي. يعني نقدر انا غنقول حقا بغيت لي يعاوني ولا هذا، يفهموا حقا انا باغا غير الفلوس ولا هذا ولا هذا. انا الفلوس ما كتهمنيش، انا بغيت لي يوقف معايا، بغيت نسترجع صحتي، بغيت ندير. انا مثلا باغيه ندير، انا حاليا الا بغيت كنبغي نقلب ولا شي حاجه كنولي واحله فايش في بزاف الحوايج. يعني حيت ما كل مره غنمشي عند الطبيب كيخصني هذا مصروفه وهذا مصروفه وهذا، كل واحد يعني مصروف ديالو بوحده. كان يعني وليت باغيه الحل عاوتاني، واخا كنمشي وكنقدر نتسلف هذاك المبلغ ولا هذا ونمشي، ما كيعطيونيش حل. يعني كيقدروا يشخصوا لي الحاله ولكن ما كيعطيونيش علاج، ما كيعطيونيش حل. انا محتاجه الحل، محتاجه العلاج، محتاجه نوقف على رجلي، محتاجه ترجع هذيك وجده اللي كانت، محتاجه اللي يوقف معايا. يعني شي طبيب اللي يشوف الحاله ديالي ويوقف معايا. انا ما كنهضر ماشي على الطبيب اللي يكون طبيب بالاسم ديال طابليه فقط، انا كنهضر على الطبيب اللي يكون كتهمو صحه الناس اكثر من الفلوس. ملي كيشوف شي انسان كيجي لعندو كيكون همو الواحد، انا ملي يجي عندو المره الجايه يجي عندو صحيح. ملي يشوف داك الانسان يشوف فيه مو با اختو شي واحد عزيز عليه اللي ما يبغيش يتاذى، ماشي يشوف. ملي يشوف داك الانسان يشوفه غير من ناحيه الماده فقط. كيف ما هاد المجرمه حاشوش تكون طبيبه، كيف ما هاد المجرمه اللي انا مشيت لعندها يعني شافت الماده وشافت ان خاصه يعني شنو 40000 ريال باش تاخذها هي وما تعيطش على الطبيب ودير في انا هاد الحاله وتخليني نوصل لهاد الحاله هذه كامله. 7 سنين ديال المعاناه، 7 سنين ديال التكرف، 7 سنين ديال المحيون، ورغم ذلك بدون نتيجه. يعني تحرمت من القرايه، تحرمت من صحتي، تحرمت من حياتي، تحرمت من كل شيء. يعني بحال لي حطمت لي صحتي وحطمت لي حتى حياتي، حطمت لي احلامي، بحال دارت لي ستوب صافي انت غتسالي هنايا. يعني وليت كنحس براسي صافي عييت، لدرجه انا وليت كنتمنى لو كون غير قتلاتني واحسن ما غتخليني نبقى نتعذب هكايا، ومشكله عذاب وبدون حل بدون نتيجه. بغيت لي يوقف معايا، بغيت نسترجع صحتي، ولو ماشي ولو ما تكون صحتي كامله، ولو نوقف غير بالعكاكز. انا ولا بالنسبه لي هذاك راه حلم كبير، غير بالعكاكز نحيد واحد العبء على 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 ماما وعلى راجلي، وحتى انا نرتاح. علاش؟ حيت وليت الى ما كانش علي، ما كانش راجلي وماما ما غنكونش انا. يعني راه خاص لي يوكلني، خاص لي يشربني، خاص لي يعطيني الماء. يعني قرعه الماء الا طاحت لي في الارض انا ما نقدرش نتماطى عليها نهزها. يعني الا ما بدلوش ليا ما نبدلش، الا ما يعني بزاف الا ما دوشوش ليا ما ندوش. يعني وليت لاقيه مشاكل كبارين، وليت عاوتاني لاقيه مشاكل. انا مثلا بغيت نمشي غير للطبيب او نمشي لشي بلاصه، يعني نمشي للطبيب هذا انا في الوقت كنمشي بلومبيلونس. لومبيلونس يعني خاصك 12000 ريال، هذا ماشي سهله. وليت يعني مؤخرا بحال الطبيب اللي مشيت عنده غير هاد اليومين هما الواحد اللي مشيت عندهم كرسي متحري، ما الاخر كنت كنمشي بلومبيلونس. هادوك يعني صافي ما كانش عندنا، بحكم ان اصلا الطبيب يعني كانت 1700 درهم، يعني 34000 اللي خصنا نعطيو للطبيب ماشي ساهله باش نزيدو عاد 14000 ولا 16000 ديال لومبيلونس. يعني ما يمكنش منين نجيبوها، لقاو مشاكل صعابين. يعني بغيت صحتي، بغيت ولو نوقف غير بالعكاكل نحيد واحد العيب كبير وحتى انا نرتاح. علاش؟ حيت نقدر وليت كنقدر، حيت نفسيتي تحطمت. انا كنت في الاول صابره، كنقول درجه كانوا كيبكيو لي كنقول لهم ما تبكيوش عادي هذا قدر الله. دابا وليت انا كنبكي ابسط الحوايج، نقدر الا قلت لشي واحد غير عطاني ويتعطل عليا او لا يقول لي بلاج او لا يتنفخ عليا كنبدا نبكي. علاش؟ كنقولوا انا كنت برجلي وكنت كندير. دابا شوفي انا وليت بحال هذيك ديال الحساسه الابسط، يعني لأبسط درجة. يعني وليت محتاجة لخوتي اللي أنا اللي كنت كنقابلهم واللي كنت كنديرهم، وليت محتاجة ليهم. علاش؟ حيت هما كنقول عندهم رجليهم، أنا ما عنديش رجلية. يعني وليت مزيرة بزاف. يعني محتاجة اللي يوقف معايا، محتاجة نسترجع صحتي، محتاجة بحال داك الطبيب اللي الدكتور تازي اللي كيعاون الناس. ملي كيشوف شي واحد يعني مشى ليه وجهه ولا هذا
كيعاونهم، علاش ما يكونوش اطباء اللي يعاونونا وما يخلوش، لا سواء انا سواء ناس اخرين ما يخلوش كيتعذبوا، لان تحنا عندنا حياتنا، تحنا عندنا مازال عندنا احلام كنتمنوا نحقوهم، مازال عندنا ناس كيتسناونا، مازال عندنا ناس اللي ما كيبغوش يشوفونا معذبين. يعني محتاجين لصحتنا، محتاجين اللي يوقف معانا واللي يشد بيدينا. يعني ما طالبين والو، ما طالبين ديور، ما طالبين حتى شي حاجه، ما طالبين والو، حنا ما طالبين حاجه وحده وهي الصحه. الصحه اللي هي اغلى حاجه كيملكها الانسان. انا هاد الفيديوهات اللي درت بهدف اللي يوقف معايا واللي ساعدني، وفي الهدف الثاني هو الناس تاخذ الحذر من هاد الطبيبه باش ما يبقاوش يمشيو لعندها ويطيحوا في نفس هادشي اللي طحت فيه انايا. هادو هما الاهداف اللي كانوا اللي خلاوني ندير هاد الفيديوهات هذا. كنطلب من اي واحد يوقف معايا، كنطلب عاوتاني من وزاره الصحه ياخذوا يشوفوا شويه من ناحيه هاد الطبيب هذا، يشوفوا الكوارث اللي كدير، يشوفوا شحال من واحد ضيعته في صحته، وشحال من واحد ضيعته في حياته، وشحال من واحد ضيعته في احلامه، في احد حاجه عنده. يشوفوهم وياخذوا ويديروا معاها واحد يعني يربي ويأدبوها، ولو غير واحد المده تجلس من الخدمه ديالها، راه مزيان هذاك التأديب. هي كدير اللي بغات، القانون عاوتاني ما كاينش، حيت الناس كيمشيو للقانون وكيوصلوا هالقانون وما كيصوروا والو. علاش؟ ياك القانون هو اللي كيحمي الناس، هو اللي كيحمي البلاد. يعني عندنا، يعني حنا عندنا قانون، حنا ولينا كنشوفوا القانون ما كاينش. شحال ديال الناس كيمشيو كيدعيوها وكيقولوا هاد السيده دارت فين ودارت فينا وما كيوصلوا لوالو. يعني ولات الناس صافي بحال حياه الناس هذا، بحال حنا حشرات عادي، في حين حنا راه بنادم تاعنا بحالنا بحالكم. يعني شوفوا راسكم نتوما، لهاد اللي غيكون وزير الصحه ولا هاد الناس ديال القانون هذا، يشوفوا لو كانوا هما اللي في بلاصتنا، لو كانوا هما اللي يكونوا، لو كانوا همايا اللي تادوا في الصحه ديالهم هما اللي في هذه الحاله اللي حنا فيها، واش كانوا غيبغيوها لراسهم؟ واش كانوا غيبغيو راسهم يشوفوا في راسهم هذه الحاله؟ راه كذلك ومثال حنايا. يعني محتاجه شويه يشوفوا من سواء هي سواء وحدين اخرين. يعني اي واحد كيادي الناس، اي واحد كيضرهم يشوفوا من ناحيته. حتى عطى الله اطباء، كاينين اللي اطباء خرجوا غير مشومرين، محتاجين الخدمه وقادرين يخدموا، قادرين يعاونوا الناس ويساعدوا الناس. يعني ديروا، علاش كتخليو هادو اللي كياديونا وكيضيعوا لينا حياتنا؟ يعني هاد الرساله كنوجه وزير الصحه انه يشوف هاد السيده هادي، يوقفها يعطى الله. كاينين بزاف ديال الاجراءات اللي يمكن يتاخذوا ضدها باش الناس ما تبقاش توقع في هادشي اللي كانوا اللي وقعنا فيه حنايا. والقانون كذلك ومثال، ما يبقاش ماشي هذيك ديال صافي جات لعندنا حيت هي طبيبه او لا واصله او لا هذه، صافي الناس ما نسوقوش ليهم. لا، راه غدا امام الله غيتحاسب كل شيء، راه كنا بحال. ما تنساوش تابوناو معنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وتبارطاجيو مع اصحابكم.